داود النبي كان نازل يفتقد سلامة إخواته اللي كانوا بيحاربوا جيش الأعداء، فلقى إن في عدو عملاق شرس، رجل حرب واقف يعير شعب الله ومفيش حد قادر يقف قدامه، ولا الملك ولا الجنود. وكان داود عيل صغير، لكن داود كان مليان بحب الله، كان مليان بغيرة لله، فقال مين ده اللي بيعير اسم الله؟ مين ده اللي بيعير صفوف الله الحي؟ نزل ومفيش في ايده غير المقلاع اللي كان بيلعب بيه، وحط فيه زلطة، والزلطة جت ارتزت في رأس جلياط ووقع جلياط، وداود دبح جلياط بسيف جلياط، ورجع يقول أحبك يا رب يا قوتي. إن كنت عرفت قوة الرب، إن كنت عرفت حب الرب، هيبقى حب الرب قوتك. يعيني على شاول ويعيني على أخوات داود، كانوا بيخدموا ربنا لكن بلا قوة لأنه ما كانوش بيحبوه. صلي معايا، اديني حبك، اسكب حبك جوايا، أحبك فيكون حبك قوتي. أمين. ومن عندك يسوع اديني، ومن الرجوع في القرار انت احميني. ومن عندك يسوع اديني، ومن الرجوع في القرار انت احميني.